بولي Karen, get up for a second. Let's have an intro. اوعى توقعني عشان انا على شعر. صبح الجيل وكل جيل واحنا النهارده معانا فين فيديو الكلب؟ فين فيديو الكلب؟ فيديو الكلب؟ فين فيديو الكلب؟ الكلب اهو الكلب اهو. فانا عمري ما قلت ان انا هعمل فيديو ليه، بس احنا بصراحه حرانين وانا قررت ان انا انتقم من كارين وانزلها في الحر ده، فقلنا ننزل نفرك معزوز شويه كده على الظهر، فقلت بالمره عشان ما حدش يقول لي فين فيديو الكلب اوريكم الكلب. مبدئيا زوس عيان وخاسس وفي حشرات وكل حاجة، بس هو الكلب بتاعي ومضطرين نلعب معاه. صح يا كارن؟ صح. طب يلا. مش عايز هو. خد يا ابني. زوس. هتوقع يا كارن. ها لا ده هو كده شد حلو شويه عن الاسبوع اللي فات. زعبولة still have some in his head. يا كارن وكده سنتين حضرتك كارن. هتوحشينا يا كارن. كويس يا كارن، انت مش عارفه معاك كارن. هاتي كده تاني يا كارن ثانيه. بقول لك But I have to take a stisa. جدا. كارن؟ Yeah. What? عايز اخده مين مش عارف. رجله كلها بلاوي. خلاص سافرت خلي بالك خلي بالك. لا لا اتفرج معانا يا ابن اللعيبه. انا مش حامل مجهود، ده انا راجل مسن. خلاص هنا يكمن التخفيل بقى. بص يا كارن اعملي خلاص الاكياس. ايه ده ايه ده، انت جيت هنا امتى؟ ممكن اخد بتاع دي زوس. ها
زوس زوس خلاص زوس زوس خلاص صايع ولا بقيت بنكلم ليه انت كنت عيان وما فيكش حلو وكنت حلو nice because it's cold and wet. الموطة فبلولة. زوس زوس. محمدي قوي نفسك لا واعي بقى واعي مهتم لك Can you see how hot the phone is getting? Get away from the زوس زوس Hi.
Ahmed, you should come and read the comments and answer on people's comments because يا ابني غدار قوي غدار قوي خدها من الناحيه الثانيه اول ما لقيني امشي يقوم ماشي ناحيتي كانه هو اللي شددني فاهم يا اسطى انت اللي مهزق هتخنقه ولا هتشنقه ولا ايه هو حاطط البوطه في بنعنش مش فاكر بفكر الف صوته وكرباجه I think the old phone is better than this one. Really? See? I'm pressing here to show the chat like an hour ago and still not. ببص على البتاع ده الموبايل موبايل سخن قوي وبيلاج و يعني المشكله مش في النت الموبايل سخن الموبايل القديم اقدم من 4 سنين او 5 سنين واحسن منه مش عارف يعني ايه القرف ده انت سبتها له صبحي بيشرب سجاير لا وما بحبش اللي بيشربوا سجاير سوري يعني سويستي بقول لك يا زميلي ما تفتح له الباب بتاع القفص عشان يخش يشرب عشان شكله عطشان قوي هو كده مش عطش ده هو كده خلاص هيموت ويشرب انا مش عارف هو بيعمل هو وايه دينج ذاته ترميه علينا ولا ايه تحس انه هيغدر بينا بس يتعامل معاك لانك كلب فعلا اديني الكوره على فكره بيسمع كلام كيرن والله بيسمع كلام كيرن ما بيسمعش كلامنا احنا خالص وبيعرف بيسمع كلام كيرن يعني انت كده جرب ما تخلوش ينط في وشك يعني وطي كده ناحيته وما تخلوش ينط يهب في وشك جرب كيرن لما بتقول ستاي ستاي بيسكت ما اعرفش يعني ما. جرب والله العظيم انا عايز انك تخش ليه انا جرب بس طب ما تجرب انت لا ما انا ماسك الموبايل امسكنا الموبايل لا ما انا مش هينفع نتهزق في ستريمي خلاص يا ابن السعيده يا عم المرغان انت سعيد قوي في نفسه بس كابتن مهاب انتوا ليه بتمروا كره تخنا كده تدلس على برنس زريل اعمل له مساج ماشي ايوه خلي بالك عشان رقبته غرقانه من تحت بالذات فايه يعني عشان لو ايدك جت على حاجه واتخضيت تبقى فاهم بس عايز ايه اللي انا مش هعمل لك حاجه انا غير عشان بص بقى على جوازي مش معايا جوازي يا كريم انت هتحور كلب بتتكلم طب اجيبها لك انت احسن ما تساكر كازره كارن لسه عمال اشكر فيكي واقول بتسمع كلامك وما بينطش في وشك تحرجنيش Thank you.
تحط له ستارجت عليا. بس يبس البند ده ارفع الموبايل شويه. اه يا ابن زوس 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 يا ابني السكران انت زوس. هو ايه بيعمل ايه؟ لا رجلي لا زوس يا ابني. انت فاكرني زيه على زوس؟ لا بس عشان انا ماسك الموبايل بيد. لا يا كريم على زوس. لا هات لنا بقى الحته دي كلنا من الحته دي شويه. حبيبي كلب وافي اللي من الحته دي. استنى بس هو خلاص هو مش مهم من الليا. لا سيب الليا والنبي محتاجها. سيب الليا ليا والنبي. بص هحاول اصطاده هيد شوت بقى يا اسطى. او بص او بات شوت اي حاجه تجيبها في ال... بص مش مهتم خالص. مش مهتم. اوكي لو انا عامر بي ما حد حدش كلمني دلوقتي. انت يا عم كارين كولهم يا كارين كده. لا جربي بس انا وي ويل. او ماي جاد الكلب بتاعي صاج لايف فشخ يا جدعان. لو محدش يندهلي انا هاجي لكم وقت ما انا عايز. محدش يندهلي زوس. تخن صوتك يلا بلغت يلا وحر. زوس هو بيسمعش الا انا بس. بص بس عشان في قطه تقريبا بقى زوس. مهما حاولنا نعمل رجاله عليه برضو ما بيستجبش. اصطادك يا ابني. I think he's gonna be on it. بيعمل ايه؟ على فكرة كريم هو عطشان قوي يا كريم. دخله يشرب طيب. هو بص الحتة دي دايما بيبقى فيها مية زيادة فهو دايما هو بيدور على مية. فدخله يشرب في بيته. هدخله هنعمل ايه؟ امسكه من ديله كده واسحبه. بص عشان ما يخرجش في الحديد. بسرعة جاري. I love your Gary. جاريك مرعب. سريع فلاش قاعد معاه. That's enough. Up to you. Zeus is gone. اه خلاص. فين؟ وده كان فيديو الكلب. عشان ما حدش يقول لي عايز اشوف فيديو كلب. فين فيديو كلب؟ فين فيديو كلب؟ ادي كلب وادي كلب تاني كان كريم وكلبة تالتة كانت كارن. ايه وانا المروض بتاع الكلاب. وادي كانت كارن ايه. بس فده كان حاجة. بس الطبخ فين؟ المطبخ ولع والله يا احمد دجي. لنا قصة لنا قصة في الاستريم بتاع الطبخ ده هحكيها لكم في الاستريم الجاي ان شاء الله. انا بفكر بس مش متاكد ان احنا ممكن نعمل انا وكارن النهارده ستريم بلاك سكواد مع المتابعين بالليل وبعديه نبقى نكمل لعبه دونت نوك توايس. يعني بفكر ده اللي بفكر اعمله النهارده. هنشوف هنقدر ولا لا. بس هعمل ايه؟ هرمي علينا ولا ايه الجزمه؟ ف ده كان ستريم كده سريع عشان بس نوريكم زوس ونسلم عليكم. نقول لكم جمعه مباركه وسلام. يلا كارن باي. كريم مش هتسلم؟ Oh my god. He's like the dog. طب يا زوس مش هتسلم؟ زوس؟ He's like the other dog. هو جاب له مية اهو. ده حلال والله. هو عطشان. بس انا هوريكم اللحظة التاريخية دي واقفل بقى. بيكوا الكلب هو عطشان بيشرب قد ايه وازاي. خلاص شبعت؟ فعلا شبعت لما انا جيت؟ ايه ده؟ زور. اوكي هو بس اول ما بنقرب من هنا بيخاف. انا عشان كده طلعتها له بره. اه ما انا عارف نبيه الوقت. خلاص كده حضرتك يا سيدي يا فندم. خلاص ندور على حته يفضي ويرجع امتى بالظبط. في المشوار هات له تستايم دايما 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 دايما.